أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم الأحياء. وبدايتنا زي بداية كل حلقة بيكون مقدمة للجزء اللي احنا نشرحه، لكن بداية النهاردة بالترحيب بالأستاذ علاء إمبابي خبير الأحياء بوزارة التربية والتعليم، والضيف الجديد اللي إن شاء الله يكون ليه تواجد معانا مستمر. أستاذ علاء، إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا دكتور، نورتنا في البرنامج. الله يخليك. استنى. البداية كانت مع الدعامة والحركة، ودي تناولناها من خلال الحلقات السابقة، وقد كده عرفت ان اجهزة الجسم اللي انت تناولتها على مدار سنتين، بداية من الجهاز الهضمي ثم التنفسي ثم الدوري وثم الاخراجي، وكان العصبي كان نهاية الاجهزة الخمسة اللي انت درستهم في سنة تانية ثانوي، ومع خمس اجهزة اخرى تنتناولهم ان شاء الله على مدار العام الدراسي. ابتدينا بالجهاز الهيكلي، وده كان مثال او على تطبيق على الدعامه، واتنقلنا بعد كده للجهاز العضلي للحركه، والنهارده بناخد جهاز اخر مسؤول عن وظيفه يطلق عليها اسم التنسيق الهرموني. وظيفه التنسيق الهرموني بيقوم بها جهاز متخصص اسمه جهاز الغدد الصماء، يبقى معناه ان هو جهاز لا يتكون الا من مجموعه من الغدد الصماء. يبقى تناولنا في الحلقة الحالية والحلقة القادمة دراسة هذه الغدد المنتشرة في جسمك تحت اسم غدد صماء. فتعريف طبعا الغدد الصماء وايه اللي بتفرزه، بس عايز انبه لحاجة، ان جهاز الغدد الصماء ليختلف عن معظم اجهزة جسمك انه مش على تواصل ببعضه، يعني الغدد مش بتتصل ببعض تشريحيا زي ما بيقولوا، لا ده غده في مكان وغده في مكان وغده في مكان. استاذ علاء، تفتكر ايه اللي بيصل بين الغدد دي وبعضها؟ ايه الطريق اللي بيكلموا بعض الغدد دي ويتواصلوا بيها عن طريقها؟ الغدد الصماء بيتواصلوا عن طريق الافرازات اللي بتفرزها في الدم مباشره، عن طريق الشعيرات الدمويه التي تحيط بها، فاللي بيوصل بينهم كلهم هو الدم. يبقى العلاقة ما بينهم طريقة التوصيل والتواصل هتكون طريقها هي الدم، فالدورة الدموية لما بتتنقل مش بس بتنقل غذاء مهضوم وأكسجين، ومش بس بتنقل مواد إخراجية وثاني أكسيد الكربون، ده كمان بتنقل هرمونات. منين لفين؟ هتنقل هرمون منين لفين؟ بتنقل من الغدة اللي بتفرزها الغدة الصماء إلى الأماكن اللي هتشتغل، إلى الغدة اللي هتنشطها وتخلي عليها مرحلة نمو أو تعمل لها الوظيفة بتاعتها. إذا هتفرز من الغدد الصماء وهتمشي في سكتها مع الدم إلى العضو المسؤول عنه اللي هتنظم له عملية النمو أو وظيفة إفرازه. فالغدد الصماء بتتحكم كمان في بعض الغدد التانية في جسم الإنسان. يعني نقدر نقول إن أعضاء جسم الإنسان بتقع تحت سيطرة جهازين بالطريقة تمام. ديت. ده مظبوط. إيه نوعي الجهازين دولت اللي بيسيطروا على أعضاء الجسم؟ الجهاز العصبي زي ما درس في الصف الثاني، والجهاز الغدد الصماء جهاز الهرمونات، دول جسمي بيقع تحت سيطرة الاثنين مع بعض. في واحد أسرع من الثاني حضرتك؟ أكيد طبعا الجهاز العصبي هو الأسرع، فنجد كده بعض العمليات اللي بتتم في الجسم بتقع تحت تأثير جهاز عصبي فقط، مفيش أي تأثير لهرموني. يعني مثلا على سبيل المثال عندي غدد لعابية تفرز اللعاب، تفرز اللعاب تحت تأثير عصبي وليس له علاقة لأي هرمون هنا في إفراز الغدة اللعابية. الصفة هنا أو التأثير بيكون سريع وسريع جدا، يعني البصر والسمع والشم كلها وظائف بتقوم تحت سيطرة الجهاز العصبي. الجهاز العصبي، لكن جهاز الغدد الصماء بيسيطر على أعضاء بتأثر في وظيفتها ولكن مش بنفس السرعة. بتأثر بالوظيفة ببطء، لأن حركة كمان الدم على بال ما توصل الهرمونات من مكان الإفراز حتى العضو المختص بالوظيفة ممكن يكون أبطأ شوية من سرعة السيالات العصبية. طبعا أكيد في فرق في السرعة، لكن لو قلت الرسالة بتاعت الجهاز العصبي سميناها سيال عصبي، فما هي الرسالة بالنسبة لجهاز الغدد الصماء؟ الهرمونات. 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 إذا قلنا أن طريق الجهاز العصبي هو الأعصاب، فطريق جهاز الغدد الصماء هو الدم. الدم. إذا أقدر أحط نوع من المقارنة ما بين الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء في سيطرته على أعضاء الجسم. تمام. لا اتفضل. ممكن أستاذ علاء نقول ما تعريف الغدد الصماء؟ ما معنى كلمة غدة صماء؟ الغدة الصماء غدة
ذات افراز داخلي ممكن تصب افرازها في الدم مباشره بدون قناه. تصب الافرازات اللي بتصبها من الغده في الدم مباشره بدون قناه، وممكن هذه الغده تكون مجموعه من الخلايا جنب بعضها، ممكن تكون كمان حويصليه. تمام، يبقى هي الغده غده لا قنويه وبتصب افرازها مباشره في الدم. الدم. حضرتك قلت جمله كده ان هي ذات افراز داخلي، بمعنى ان هي بتختزن افرازها لحين اخراجه الى الدم. تمام. او نقله عن طريق الدم. بتفرز الغدد الصماء هرمونات، والغدد الصماء لا تفرز سوى هرمونات. فما تعريف كلمه هرمون؟ هي مواد كيميائيه عضويه لانها بتفرز من الجسم، الجسم بتاعي بيكونها. بتفرز من الغدد تصب في الدم مباشره الى العضو اللي هتنشطه، يا اما بالنمو يا اما تؤدي له وظيفته. لكن لها تركيب كيميائي، التركيب الكيميائي هيجينا في السكه شويه ده هنقوله. تمام. طيب اكيد الهرمونات دي بتفرز بكميات محدده، والزياده او النقص في افراز هذه الهرمونات قد تؤدي الى خلل في وظيفه العضو. يبقى محتاجين زي ما اتعلموا كده في السنين اللي فاتت برضو الاوكزينات لها مدى معين، ودي برضو هنتكلم عليها. الهرمون يحتاجه الانسان بمدى معين بكميه معينه، قابل ان يزيد قليلا او يقل قليلا حسب نشاط العضو ووظيفته، لكن الزياده الاكثر او النقص الاكثر بيعمل خلل في وظائف الجسم في العضو، في العضو اللي مسؤول عنه هذه الغده. فممكن الزيادة أكتر من اللازم، إحنا محتاجين جسمنا محتاج ملي جرام فقط أو أقل شوية، يعني واحد على ألف من ملي جرام، واحد على ألف من الملي من متر الجرام. كافية جدا لتوصل العضو بتاعنا الجهاز بتاعنا لعملية التنشيط أو لعملية النمو. زيادة نقصان حضرتك بيضر الجسم جدا، وممكن يعمل خلل في وظائفه وحتى في النمو بتاع الجسم. تبقى الهرمونات هي مواد كيميائية تفرز من غدد خاصة تسمى الغدد الصماء، وتنتقل عن طريق الدم لتصل إلى العضو. لما هتوصل العضو هتؤثر على نموه ووظيفته. حاجتين اتنين مهم جدا، قد يتأثر عملية النمو وقد يؤثر على وظائفه. لن يقوم العضو بالوظيفة المطلوبة منه إلا تحت تأثير هذا الهرمون. والهرمونات تفرز بكميات ضئيلة جدا، والهرمونات تعتبر مواد محفزة لهذا العضو أو منشطة لهذا العضو كي يتمكن من القيام بوظيفته. هننتقل لجزئية تانية اللي هي اكتشاف الهرمونات. دايما عملية الاكتشاف بتمر بمراحل، دايما المراحل الأولى ما بتبقاش ناجحة بنسبة 100%، لكن أكيد بتوصل عند مرحلة معينة وبيتحقق الهدف منه. المرحلة الأولى في الاكتشاف كانت من خلال أي من العلماء، وهو اكتشاف غير كامل. كان في اكتشافين، الاكتشافات في الهرمونات النباتية اللي هنسميها الأوكسينات، والهرمونات الحيوانية. بالنسبة للهرمونات الحيوانية كان العالم كلود برنار. كلود برنار درس ايه بالظبط؟ كان بيدرس الكبد، كان الشغل بتاعه على الكبد، ولاحظ ان للكبد افراز داخلي، اعتبر ان السكر افراز داخلي اللي هو بنقول عليه الجليكوجين دلوقتي. تمام. وبيصب طبعا في الدم، الجليكوجين بيصب في الدم، واعتبر ان له افراز اخر خارجي طبعا هو الصفراء. فاول واحد لفت نظرنا ان ليه افرازين داخلي وخارجي. بالظبط، الافراز الداخلي هو جليكوجين. جليكوجين. لكن عشان ينتقل من الكبد الى الدم يبقى لازم يتحول الى صوره اخرى غير انه يبقى جليكوجين، لان الجليكوجين مكانه الوحيد هو الكبد والعضلات، دول المكانين اللي بيبقى متواجد فيه. عشان يبتدي يخرج للدم يبقى لازم يتحول من صوره الى صوره. تمام. هي الجليكوجين يتحول الى جلوكوز. جلوكوز، وهو الوحيد اللي مسموح ليه بالمرور في الدم وليس الجليكوجين. يبقى اعتبر ان السكر المخزن في الكبد في صوره جليكوجين هو افراز الكبد الداخلي، واعتبر ان الصفراء هو الافراز الايه الخارجي. كلمه افراز داخلي تعني ان الماده تبقى داخل الغده، الماده المفرزه من وجهه نظره تبقى داخل الغده كما حدث في الجليكوجين. ولكن الجليكوجين ليست ماده مفرزه، ولكنها ماده نتيجه تفاعل او تحول كيميائي تم في الكبد. احنا قلنا لحضرتك ان الاكتشافات بقى في البدايات خطوات. بالظبط. طيب الصفراء افراز خارجي ليه؟ لانه بيفرز من الكبد ويتنقل الى الحوصله المراريه. يبقى الحوصله المراريه هنا للتخزين. تمام. يبقى دور الكبد بس ليس افراز وتخزين، ولكنه افراز للخارج. تمام. وبعدين يخزن لحين بقى خروجه اما من الجسم
زي ما نقول بعد كده، او بقاؤه داخل الجسم زي الصفراء، صفراء عملها طبعا داخل الجسم. طيب ستارلينج بقى العالم اللي جه بعد كلود برنار وقصه اكتشافه، اكتشف ستارلينج الهرمونات ازاي؟ ستارلينج كان بيتابع عمليه الهضم والجهاز الهضمي وازاي الغذاء جوه المعده بعد لما بيخرج من المعده ويروح للاثنى عشر، لاحظ ايه اللي بيحصل، وكان دراسته على الكلب، كان بيدرس على الكلاب. فلاحظ ان المواد الغذائيه اللي تم هضمها جوه المعده بمجرد ما بتلمس الاثنى عشر البنكرياس بيبدا يصب افرازاته في الاثنى عشر، والحكايه دي طبعا حيرته وعاوز يشوف ايه اللي بيحصل. فقال طبعا زي ما احنا كلنا بنقول دلوقتي ان طبعا ده بأوامر عصبيه، فقطع كل الاتصالات العصبيه اللي حوالين البنكرياس وعمل نفس الموضوع تاني، شاف الاكل وهو بينزل من المعده ويلمس الاثنى عشر مره تانيه، برضه لاحظ ان البنكرياس بدا يصب افرازاته على الاثنى عشر، افرازاته الهاضمه، الافرازات الهاضمه بتاعته، ودي كانت البدايات بتاعتنا. طبعا خد قطاعات في الاثنى عشر في منطقه الاثنى عشر، واكتشف ان سبب الحكايه دي في غدد في الاثنى عشر مجرد ما الطعام بيلمسها تصب افرازاتها في الدم مباشره وتصل الى البنكرياس تحفزه لافراز عصرته. معانا خديجه. خديجه ازيك؟ خديجه الو، علي صوتك يا خديجه وسمعيني، ايه الاسئله اللي انت عايزاها؟ ازاي حضرتك يا مستر؟ الله يسلمك. معلش انا عارفه يعني ما ينفعش ان انا اسال في التقاصر علشان احنا بنحب دايما يكون اسئلتنا في نفس الموضوعات السابقه او اللي هي بنشتغل فيها حاليا، بس انا يعني معلش عايزه السؤالين دول. طيب ماشي اتفضلي. بيقول عند تنشيط بويضه بالتوازن، عند اخصاب بويضه، لا تنشيط، تنشيط بويضه، بويضه نحل العسل، نحل العسل بالتوالد البكري الصناعي، بالتوالد البكري الصناعي، الصناعي ينتج إناث، ينتج، وفي اختيارات إناث ولا ذكور، ولا ذكور، ولا ذكور عقيمة. طيب قولي تاني، إناث وذكور و ذكور عقيمة، عقيمة، ذكور عقيمة، عقيمة اتنين نون. اتنين نون. اه طيب بص عشان برضو في، قولي بقى سؤالك التاني عشان اجاوب لك الاتنين مع بعض. بيقول ماذا يحدث عند وضع خلايا، وضع خلايا من أوراق، من أوراق الطباق، الطباق في تربة، في تربة رطبة. ماشي. شكرا لك يا خديجة. في حاجة تاني؟ لا خلاص شكرا، هسمع حضرتك من التلفزيون. ماشي اسمعيني بقى من التلفزيون يا خديجة. اشكرك. خديجة عندها تساؤل، التساؤل الأولاني بيقول عند تنشيط بويضة نحل عسل بالتوالد البكري الصناعي، طبعا هي التجربة ما تمتش عشان نقدر نحدد هو إيه الاختيارات اللي هتحصل، لكن في دايما بيبقى الإجابة ليها إجابة نظرية وفي ممكن تبقى إجابة عند التطبيق قد تختلف. في الإجابة اللي هي النظرية إن البويضة بتبقى نون وبعدين عمل لها تنشيط، فالتنشيط بيحولها من نون إلى اتنين نون. هناك خلاف في الإجابات، هل لما تبقى البويضة اتنين نون هتبقى أنثى؟ في بعض الناس بتقول قد تكون أنثى. طيب وفي ناس بتقول لا، احتمال كبير تكون ذكور عقيمة اتنين نون. فما زال هناك في إجابتين في بحث في الموضوع دوت، يا ترى مين الإجابة الصحيحة؟ هل الإجابة الصحيحة تتفق مع المبدأ الأساسي اللي بيقول أن النحل لما يبقى اتنين نون تبقى إناث ولما تبقى نون تبقى ذكور؟ وفي ناس بتقول لا، في أحيانا تظهر ذكور ولكنها ذكور عقيمة اتنين نون. عشان كده نوعية الأسئلة اللي فيها نوع من اختلاف في وجهات النظر أو في الرأي لعدم التجربة، ما تمش تجربتها، عشان كده دي من الأسئلة المستبعدة يا خديجة في إنها تيجي في أي امتحانات لاختلاف نوعية الإجابة. سؤال خديجة التاني، لو وضعنا خلايا من أوراق نبات الطباق في تربة رطبة، أعتقد إن دي لا تسمى زراعة أنسجة. ليه؟ لأن من شروط زراعة الأنسجة أن توضع هذه الخلايا في منبت غذائي من لبن جوز الهند، عشان ده بيحتوي على أوكسينات وعلى مواد غذائية بتنشط الخلايا فتنقسم وتكون بادرات تنقل بعد ذلك إلى التربة. لكن وضع الخلايا في التربة الطينية لا يؤدي إلى انقسامها ولن يتكون عن ذلك نباتات، مش هيكون بادرات. اللي يتحط في التربة يكون بادرات إما البذور إما أجزاء من النبات، يعني في أجزاء ممكن أخد جزء من النبات وأحطه تحت سطح التربة زي ما بيحصل مثلا في القصب، ياخد جزء من النبات أو البطاطس أو البصل أو القلقاس،
كل ده التكاثر الخضري، مفيش مانع ان اكون اخد جزء من النبات، لكن اخد خليه واحده من النبات لا. لا لم تنجح الا من خلال زراعه الانسجه. تبقى اجابتك في رقم 2 يا خديجه، عند وضع خلايا من اوراق الطباق في تربه رطبه لا تنقسم الخليه ولا ينتج عنها بادرات من النبات. نرجع بقى لقصه ستارلينج واكتشافه للهرمونات، وزي ما الاستاذ علاء كده وضح لنا القصه اللي اثبت من خلالها ستارلينج ان هناك رساله اخرى او رساله غير الرساله العصبيه، وهي الرساله الهرمونيه، وهي اللي انتقلت من الاثنى عشر الى الدم ومن الدم الى البنكرياس، وبالتالي نجح البنكرياس في افراز عصارته البنكرياسيه تحت تاثير هرموني. يبقى التاثير هنا تاثير هرموني، لكن مش التاثير الايه العصبي. هنا التاثير العصبي بيكون واضح او في الغدد اللعابيه تمام، لكن التاثير الهرموني بيكون واضح في البنكرياس. المعده فيها التاثيرين الاثنين تمام. المعده يعني بتفرز برضه هرمونات وهناخدها ان شاء الله بالظبط كده. يعني نقدر نقول ان ثلاث اعضاء متتاليين كده، الاقي ان المعده بتفرز عصارتها المعديه بنسبه حوالي 25% بتاثير عصبي بمجرد وضع الطعام في الفم بالظبط، وتبتدي ال 75% لما يبتدي يوصل الطعام بقى الى جدار المعده ويحتك بيها، تبتدي تفرز هرمون الجاستر اللي انا بنقول عليه دوت. وبالتالي يبقى في اعضاء بتفرز بسيطره هرمونيه، في اعضاء بتفرز تحت سيطره عصبيه، وفي اعضاء بتفرز تحت سيطره عصبيه وهرمونيه. اول من اطلق عليها اسم هرمون، وطبعا فسر كلمه هرمون على انها مواد محفزه او مواد منشطه، بويسن جينسون العالم التالي. العالم بويسن جينسون، بس كان الاكتشافات بتاعته على النبات، كان بيشتغل على النبات تمام، فاطلق عليها المواد محفزه، لفظ يوناني طبعا، وسماها الاوكسينات اللي هي الاوكسينات النباتيه. طيب بويسن جينسون الطالب درس في ثانيه ثانوي هذا العالم تمام. وعرف قصه الاكتشاف بتاعه الاوكسينات. اكتشف الاوكسينات منين بسرعه كده؟ لما جاب بادرات نبات الشوفان او الشعير وفصل القمه النامية وعرضها لمصدر ضوء جانبي، النبات او البادرات لم تحصل لها انتحال. لما رجع القمه النامية حدث بها الانتحال. لما فصل بين القمه النامية والبادره بصفيحه من المايكه ما حصلش انتحال، بينما لما فصلها بطبقه من الاجار او من الجيلاتين عدى من خلالها وحدث الانتحال. ده بويسن جينسون توصل من خلال الثلاث اربع تجارب اللي عملهم الصغيرين دولت ان مين المسؤول عن الافراز في النبات. المسؤول عنها من التجارب بتاعته الخلايا الحيه الموجوده في القمه الناميه او في البراعم النباتيه، واطلق عليها طبعا زي ما نعرف اسمها منطقه الاستقبال. الاستقبال. طيب هل مكان افرازها هو مكان عملها، ولا بتفرز في منطقه وتعمل في منطقه اخرى؟ وحضرتك جاوبت حالا على السؤال ده. لما فصلنا القمة النامية بمادة عزلة ما حصلش نمو، ما حصلش استجابة في المنطقة اللي تحت القمة النامية على طول. إذا معنى كده هي بتشتغلش في المكان اللي بتفرز منه، بتفرز وتروح لمكان تاني اللي بنسميه منطقة الاستجابة. يبقى في منطقتين، منطقة تمام. استقبال، منطقة استجابة. منطقة الاستقبال هي خلايا القمة النامية، منطقة الاستجابة هي المنطقة اللي بتنفذ هذا الأمر من خلال الأوكسينات، إما نمو بشكل متجانس اما انتحاء لو كان هناك مصدر يستدعي ان يكون النمو في اتجاهه او بعيدا عنه. سبب النمو، سبب الانتحاء ترجع للاوكسينات. طيب بويسن جينسون لما فسر لنا طبعا التجربه بتاعته من خلال الانتحاء الضوئي، وقال ان الاوكسينات بتفرز من خلال القمم الناميه والبراعم وتروح تاثر في مناطق اخرى من النبات. اشهر الاوكسينات اللي اكتشفها بويسن جينسون، اشهرهم اندول حمض الخليك. اشهر الاوكسينات اندول حمض الخليك. طيب لو حبينا نقول ايه اهميه الاوكسينات بالنسبه للنبات، ليه النبات محتاج الاوكسينات؟ هو المسؤول عن كل حاجه تقريبا في النبات، هو المسؤول عن عمليات تتابع النمو وتنوع الانسجه، مسؤول على ان الاوكسين لما بيوصل لمنطقه معينه اما ان ينشط النمو او يعطل النمو في بعض النباتات زي ما هنشوف حضرتك بعد كده، زي في النباتات الموسميه لما توصل لمرحله معينه من النمو تمام. تكون الازهار المسؤول عنها الاوكسينات. ثم في وقت معين من اوقات السنه تساقط الاوراق. ثم تكون الثمار في برضو اوقات معينه ونضجها. هو المسؤول عن معظم العمليات الحيويه اللي بتتم بداخل النبات، ومش بس كده، ده احنا كمان اتعلمنا
ان احنا نخضع النبات لبعض التجارب من خلال ان احنا على الاوكسينات بالاوكسينات نعمل بعض التجارب اللي هنشوفها بعد كده، زي مثلا زراعه الانسجه، ممكن نعمل التوالد العذري، الاسمار العذري. الاوكسينات لها دخل كبير في الموضوع ده. معايا ايمن المنوفيه. ايمن ازيك؟ الحمد لله تمام. السلام ايه عليكم. الاخبار؟ عليكم تمام السلام. الحمد لله. عندك ايه من الاسئله ايمن؟ كان عندي حضرتك كذا سؤال كده لو سمحت. كذا دي تقلق. كويس. واحد اتنين. العضلة التوأمية إرادية ولا لا إرادية ولا ملساء وقلبية؟ ثواني بس. العضلة التوأمية، وبنختار بين أربع حاجات. العضلة إرادية. التوأمية إرادية؟ لا إرادية. لا إرادية. ملساء. ملساء. قلبية. قلبية. بس. طيب بسرعة، طبعا كل ما هو عضلة يلامس عظم، عضلة طول تبقى عضلة هيكلية، وكل العضلة الهيكلية عضلة إرادية. يبقى اخترنا الاختيار الأولاني، العضلة التوأمية عضلة إرادية. تمام. 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 ايه تاني يا اذكر تجاويف الهيكل الطرفي. نعم. اذكر تجاويف الهيكل الطرفي. اذكر تجاويف الهيكل الطرفي. الطرف. السؤال اللي بعديه ممكن؟ طيب. ماشي. ماشي. خلاص. معانا أيمن. أيمن بيقول اذكر تجاويف الهيكل الطرفي. تمام. الهيكل الطرفي فيه كام تجويف؟ على نبتدي نقول هيكل طرفي يعني فيه حزامين، حزام صدري وحزام حوضي، في طرفين علويين وطرفين سفليين. عندنا تجويفين، كل تجويف منهم بيوجد في الطرف الخارجي للجزء او الجزء المدبب من الطرف الخارجي لعظمة لوح الكتف، وسمي كل منهم تجويف اروح. ادي اتنين، حددت لك المكان. اتنين تاني موجودين فين؟ موجود في عظام الحوض. لما اجي اقول تجويف حقي يقع عند التقاء عظام الحرقفة مع الورك مع العانة، وادي اتنين يبقى كده اربعة. وعندنا عظمة اسمها عظمة الزند، اعلى عظمة الزند فيها تجويف يستقر فيه النتوء الداخلي لعظمة العضد، وبالتالي يبقى عدد التجاويف هنا ستة اللي انت درستهم وقدرنا نحدد اماكنهم. تمام. اخر سؤال، ليفة عضلية. ليفة عضلية ليها 10 قطع ليها 10 قطع عضلية. 10 قطع. احسب عدد خطوط زد. احسب عدد خيوط زد. وعدد مناطق الاي غير كاملة. ومناطق الاي المضيئة يعني. غير كاملة. الاي اللي هي المضيئة. غير كاملة. والكاملة. والكاملة. بس. وعدد خطوط الزد هي 11، بس عايز اعرف هي 11 ليه يعني. بص 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 يا ايمن. طيب. انا عايز اطمنك على حاجة مهمة جدا، انا هجاوبك على السؤال بس عايز اطمنك. طيب. نوعية الاسئلة دي ما بتجيش في التعليم العام. انت تربية وتعليم ولا ازهر؟ تربية وتعليم. خلاص، ما بتجيش في التربية والتعليم. قد اللجنة اللي بتتشكل في الازهر تحط اسئلة من هذه النوعية، فاحنا في جميع الحالات بنجاوبها. تمام؟ لما يبقى عندي 10 قطع عضلية، وانت عارف ان القطع العضلية بتبدأ بزد وتنتهي بزد، لكن الزد اللي بعدها هتكون محصورة بين قطعتين، يعني هي تعتبر خط زد التاني ده يعتبر هو خط زد للقطعة السابقة، ويعتبر خط زد للقطعة التالية، تفهمني؟ تمام. وبالتالي يحتاج ال10 قطع أن يكون هناك 11 خط زد عشان يحصر فيما بينهم 10 قطع عضلية. نمرة اتنين، كم منطقة آي غير كاملة؟ المناطق الكاملة هي اللي على الأطراف مش موجودة في الداخل، يبقى عندي منطقة في البداية ومنطقة في نهاية الليفة، يبقى أنا عندي منطقتين غير كاملتين بنسميهم غير كاملة، ودي طبعًا مش محسوبة أو ما بنحسبهاش. المناطق المضيئة الكاملة هي اللي هتبقى محصورة بين قطعتين من القطع العضلية، وبالتالي سيكون هناك 9 مناطق مضيئة محصورة بين ال10 قطع الإيه؟ العضلية. تمام؟ ماشي يا أيمن؟ شكرا لحضرتك. أشكرك يا حبيبي. أستاذ علاء كان قال لنا حتة أهمية الأوكزينات، ومن ضمن أهمية الأوكزينات من ضمنها نضج الثمار وكبر حجم الثمار وتساقط الاوراق. عشان كده لما بتيجي تشتري خوخ، تشتري بعض الفاكهه، بعض الناس اللي هم متخصصين ينصحك ويقول لك بلاش النوعيه دي من الفاكهه لانها متهرمنه. يعني ايه متهرمنه استاذ علاء؟ يعني تم معاملتها بالاوكسينات النباتيه لزياده حجمها. بالظبط كده، وسرعه نضجها. نموها طبعا. وعلى فكره عايز برضو اقول استاذ علاء معانا ان وجود الاوكسينات بتركيزات اعلى من التركيزات المطلوبه زي الهرمونات في الانسان بتتلف الشيء، فتبص تلاقي انت بتشتري الحاجه وبعد يوم 24 ساعه بتلاقيها
تلفت او باظت، بتطلع في وقت غير اوقاتها وما بيبقاش ليها المذاق الطبيعي ولا الحجم ولا الحجم بتاعها. ماشي، يبقى دي النقطه اللي قالها الاستاذ علاء في الاخر، قال ونجح الانسان في اخضاع سيطره على النبات واخضاعه من خلال التحكم في الاوكزينات، فبدا يغير من حجم النبات سواء بقى بالتنشيط او التثبيت، تتغير في شكل النبات، في حجم الثمار، في نضج الثمار وهكذا. وبالتالي هذا التدخل من انسان احيانا بيكون مفيد وغالبا بيكون ضار، ودي بتشوف بعض المشاكل اللي نتيجه استخدامها الحاجات المهرمله. معانا زكريا. زكريا ازيك؟ ازيك يا استاذ حسن؟ ايه اخبارك؟ طمني. تمام الحمد لله. حلو قوي، قول لي بقى الاسئله بتاعتك يا زكريا. انا كان عاوز اعرف الفرق بين السلولوز والليجنين. ايه دوت؟ الفرق بين السلولوز والليجنين. الفرق بين السلولوز والليجنين. والليجنين، تمام. هو ده هل انا مطالب بيه طيب ولا لا؟ تاني كده سؤالك يا زكريا؟ هل انا مطالب بالفرق؟ لا، احنا ما عندناش في تفسير الدعامه الفرق بينهما، لكن عندنا انها مواد بتترسب على جدر الخلايا فتكسب الخلايا القوه والصلابه. تمام. السمك بيكون اللجنين اكثر سمكا من السلولوز عندما يترسب. السلولوز بيقدر يتشرب الميه وينقل الميه للداخل، اللجنين ممكن يحصل قليل من التشرب ولكنه لا يسمح بانتقال الماء من خلاله. يعني طبقة اللجنين من الصعب ان هي تدخل مية الى داخل خلايا او تخرج مية من بره لجوه. طبعا مش خلايا، اللي هي اوعية الخشب كمثال مثلا، او خلايا السكلورانشيمية. تمام. عشان كده بنلاقي كلما زاد تغلص طبقة اللجنين في الخلايا كلما كانت هناك مناطق لانتقال الماء تسمى النقر. اهمية وجود النقر في أوعية الخشب المغلظة باللجنين عشان تسمح بانتقال الماء من وإلى الوعاء الخشبي، لكن لو كانت طبقة اللجنين هتسمح ما كانش فيه داعي ان يكون فيها نقر. انت مش مطالب يا زكريا بانك تقول ايه هو الفروق ما بين السلوز واللجنين. السلوز جه 97. جه سنة كام؟ 97. 97. احنا سنة كام؟ لا خلاص، يعني من 22 سنة، يعني سعادتك ما كنتش لسه موجود في الدنيا. بيحصل تغيير يا زكريا، بيحصل تغيير في المناهج، وساعات بتتشال اجزاء وتضاف اجزاء، فاكيد لما يكون السؤال في 97 يبقى اكيد كان ليه اجابه مباشره في الكتاب، لكن لما بقينا في 2019 وما شاء الله انت بقيت ثانويه عامه 2020، فده معناه ان هي حصل كذا تغيير على الكتاب وعلى محتوى الكتاب. هو السؤال بيقول تتغلظ جذور الاوعيه بالنبات، تتغلظ او تتدعم جذور الاوعيه بالنبات ماده نقص. لا انا مش سامع كويس يا زكريا. نعم مش سامع كويس. تتدعم جذور الاوعيه بالنبات. تتدعم جذور الاوعيه، جذور الاوعيه في النبات، في النبات بماده نقط، بماده نقط بماده اللجنين. اللجنين، تمام. والسؤال الثاني بيقول تتدعم جذور الخلايا النباتيه. الخلايا النباتيه تدعم الخلايا النباتيه ممكن تدعم بالسيلولوز وممكن تدعم بالسيلولوز واللجنين. فلما تيجي تشوف مثلا، بص يا زكريا، خلايا الكولانشيميه على سبيل المثال مدعمه بالسيلولوز فقط، خلايا السكلورانشيميه والخلايا الحجريه اللي هي نوع من انواع الخلايا السكلورانشيميه تدعم بالسيلولوز واللجنين معا. هو مش جايب السيلولوز واللجنين، هو جايب السيلولوز لوحده واللجنين لوحده، اختار ايه؟ الخلايا السيلولوز. لا اختار السلوز بس، لكن يبقى السؤال مش 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 سليم قوي. ليه؟ لان عندنا خلايا تتغلظ بالسلوز فقط، وعندنا خلايا تتغلظ بالسلوز واللجنين معا. تمام، فما اقدرش اعتبر السؤال كده سليم. تمام، اشكرك يا زكريا على اتصالك. خلاص احنا انتقلنا الى اهميه الاوكزينات، وعرفنا انه الاوكزينات دي مواد كيميائيه بتتكون من خلايا متخصصة موجودة في القمة النامية وأيضا في البراعم، وبنسمي هذه المنطقة منطقة الاستقبال، لكنها بتنتقل عبر الأنسجة لتصل إلى منطقة تالي منطقة القمة النامية يسموها منطقة الاستجابة، لأن هي اللي هتستجيب بالنمو أو بالانتحار.
لكن الجزيئات بتتوزع في كل اجزاء النبات وبتروح لمناطق كتير جدا، بتروح للجذر وبتروح للاوراق وبتروح للازهار وبتروح للثمار، لكن كان شغل بويسون جونسون متعلق فقط بالنمو والانتحاء وليست العمليات الاخرى اللي موجوده في النبات. التنظيم الهرموني بقى في الانسان، خلاص احنا انتقلنا من النبات الى الانسان، وهناك فرق ان في غدد صماء في الانسان. تمام. هل توجد غدد صماء في النبات؟ لا توجد غدد صماء. لا توجد غدد صماء. من هو المقابل للغدد الصماء في النبات؟ في النبات القمه الناميه، الخلايا الحيه في القمه الناميه والبراعم. تمام. ولو قلت ان في الانسان والحيوان في هرمونات، هل توجد هرمونات في النبات ولا في مقابل للهرمونات؟ مقابل ليها لفظ الاوكسينات اللي هو الاوكسينات. فالاوكسينات هرمونات نباتيه. هرمونات نباتيه. تمام تمام. هل ينتقل الهرمونات النباتيه للاوكسينات في الدم في النبات بنفس طريقه انتقالها في الانسان؟ لا، الانسان عن طريق شعيرات دمويه تصب في الدم مباشره، وليها الرسل الكيميائيه بتمشي في الدم، لكن بتنتقل في عن طريق الخلايا بالانتشار من خليه الى اخرى في النبات. تمام. من منطقه الاستقبال من خلايا لخلايا. طيب معايا عمر من القاهره. عمر ازاي؟ ازيك يا مستر حسن؟ ربنا يخليك. حضرتك يا مستر كنت عايز اسال بس سؤالين. اتفضل. سؤال اولين، ابسط انواع التكاثر اللاجنسي هو؟ ابسط انواع التكاثر اللاجنسي هو الانقسام الثنائي او ما يعرف بالانشدار الثنائي. تمام. اتنين. وافضل انواع التكاثر اللاجنسي هو؟ افضل انواع التكاثر اللاجنسي هو التكاثر بالجراثيم، وعندك من الاسباب اللي موجوده جعلته افضل انواع التكاثر اللاجنسي. ماشي. تمام. شكرا كده عمر. شكرا يا عمر، ربنا يبارك فيك. العلماء لما بيجي يدرسوا الهرمونات والغدد الصماء كان عندهم طريقتين بس للدراسه. تمام. ايه هي الطرق التي يتم بها دراسه الهرمونات؟ أول طريقة كان ملاحظة الأعراض اللي ممكن تظهر على الإنسان نتيجة تضخم أي أورام بتحصل في الغدد. نمرة اتنين، ممكن ياخد طبعا لو حصل تضخم أو أعراض بيشوف إيه اللي حصل في جسم الإنسان نتيجة لهذا التضخم. الطريقة التانية ممكن ناخد عينات من الغدد ونحللها ونشوف المواد الكيميائية العضوية اللي موجودة فيها ونعمل مقارنة بينها وبين بعضها. يبقى هما دول الطريقتين اللي بيتم بيهم دراسة الهرمونات في الحيوان عادة. طبعا بيستخدم الحيوان في الدراسة، لكن ما فيش مانع ان انا من خلال بعض الاعراض المرضية اللي بتظهر على الانسان نتيجة زيادة او نقص الهرمون بيبقى فيه اعراض. كمان في بعض الكائنات بنستأصل غدة معينة عشان نشوف تأثير استئصال هذه الغدة على حياة هذا الكائن، وتقدر نعرف من خلالها وظائف الهرمونات. طيب قدروا يعرفوا وظائف الهرمونات؟ قبل ما نقول الوظائف ناخد اسماء من المنيا وبعدين نبقى نكمل الوظائف. اسماء ازاي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ حسن؟ ربنا يخليك يا اسماء، اخبارك؟ الحمد لله. انا اخليك برحب بصوتنا الجديد. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. معلش عندي سؤال. اتفضلي يا اسماء. استمرار تحرك الدم في داخل الاوعيه الدمويه يفضي يا اسماء. ملينا بشويش يا اسماء. ها؟ ملي السؤال بشويش. ماشي. استمرار تحرك الدم داخل الاوعيه الدمويه يرجع الى الدمويه يرجع الى انقباض وانبساط العضلات الملساء الموجوده في الدرانيه بصفه مستمره. تمام. رقم بيه؟ ما خلاص بقى، ما تقوليش بيه ولا جيم ولا داس. ما تلاقي تعرف هي الصح يا اسماء. شفت انا بوفر لك وقت. انقباض وانبساط العضلات الملساء الموجوده في جدار الوعاء الدموي هي سبب حركه الدم داخل الاوعيه الدمويه. طب ما هو الواحد الثاني متخيل ان اللي هو يتحكم الجهاز العصبي ازاي تشوف قدرها؟ بيتحكم الجهاز العصبي في قدرها. هو ديت مختار دي الف الف وب. ما يبقى الا انت على حق يا اسماء في كلامك. لما يكون هناك فعلا اربع بدائل وبيكون احيانا في بديلين صح وبعدين يجمعهم مع بعض ويقول لك الف وباء معا، يبقى لازم نسمع فعلا الاربع اجابات وانت كده على حق. قلت لي ب. بصي بقى، قلت لي ب اللي هو الجهاز العصبي بيأثر على هذه العضلات، مش كده؟ ده صح طبعا. هي برضو دي صح. يبقى الانقباض وتأثير الجهاز العصبي تبقى الاجابه زي ما انت قلت كده بالظبط، الف وباء. وبرافو عليك يا اسماء. ماشي. عندي سؤال تاني بس معلش. قولي تاني يا اسماء. يتكون مفصل الكوع من التقاء عظام؟ يتكون مفصل
الكوع من التقاء عظام. الزن ده الكعبرة فقط. الزن والكعبرة. ها. فقط. الزن ده الكعبرة ونهاية العضد. الزن والكعبرة ونهاية العضد. ونهاية العضد. الزن ده ونهاية العضد. خصائص الهرمونات، الهرمونات عندنا فيها مجموعة من الخصائص كنا قلنا بعضها واحنا بنقول ان هي مواد كيميائية، لكن ما قلناش تركيبها الكيميائي. تركيب الهرمونات ممكن يكون عبارة عن مركبات بروتينية معقدة التركيب، وبعضها بيكون مواد بسيطة. البسيط قد يكون أحماض أمينية أو قد تكون الاسترويدات اللي هي الدهون. تمام. والكمية زي ما حضرتك قلت قبل كده انها تقدر بالمايكرو من ميلي جرام واحد على ألف من الملي. بالمايكرو جرام واحد على ألف من الملي. تمام. بتأثر طبعا على وظائف كتير جدا. تمام. فنقول ايه بعض الوظائف، مش هنقدر نقول بقى كل الوظائف اللي بتعملها الهرمونات، لان ما شاء الله الهرمونات بتعمل وظائف كتير كل جدا. كل حاجه في الجسم تقريبا. فنقول بعض هذه الوظائف. من ضمن الوظائف عمليه الاتزان الداخلي بداخل الجسم نمره واحد، النمو الجسمي اثنين، النمو الجنسي ثلاثه، تطور السلوك العقلي والتفكيري في الانسان، كل ده مسؤول عنه الهرمونات. بالظبط كده. بالاضافه للنمو طبعا اللي احنا قلناه في الاول. تمام. يعني برضو تنظيم الاتزان الداخلي. طبعا. الطالب عدى كلمه قبل كده حفظ التوازن الجسم، فبخاف ان يكون حفظ توازن الجسم وتنظيم الاتزان الداخلي للجسم قد يكون هناك من اللخبطه عند الطالب. يعني حفظ توازن الجسم ده شغل مين؟ ده شغل جهاز عصبي مع العضلات. مع العضلات طبعا، وانها من ضمن وظائف العضلات. طبعا. لكن حفظ الاتزان الداخلي زي اللي بيروح يعمل تحليل دم. بالظبط. وبعدين يبتدي يبص على نسب بعض المواد اللي بتخش في بلازما الدم من العناصر. تمام. ده اسمه اتزان داخلي. عندما تكون كلها نورمال، لما يكون كل النسب اللي موجوده في الدم من جلوكوز ومن صوديوم ومن بوتاسيوم ومن كالسيوم وميه، عندما تكون نسب مكونات بلازما الدم ثابته، هذا يرجع الى كفاءه الهرمونات. الهرمونات، وهذا يجعل الدم في حاله اتزان. عشان كده بتقول ده اتزان داخلي. تمام. امتى يختل الاتزان؟ لو لقيت الرقم بتاع الاملاح بتاع العنصر بتاع الصوديوم والبوتاسيوم مخالف للنورمال، قد يكون اعلى قد يكون اقل، ندور على حته بقى معينه كده اشوف بقى الهرمون. بالظبط. يبقى ده الاتزان الداخلي، عشان برضو انا مش عايز الطلبه تحفظ كلمه تنظيم الاتزان الداخلي للجسم وخلاص من غير ما يعرف يعني ايه اتزان داخلي. يعني ان تكون مكونات عناصر بلازما الدم ثابته، هو ده التنظيم، هو ده الاتزان اللي احنا قلنا عليه. كمان طبعا زي ما استاذنا قال، نمو الجسم والنضج الجنسي والتمثيل الغذائي. كلمه تمثيل غذائي هنا تعني عمليتين، بناء وهد. وفي طلبه بتتلخبط بين كلمه تمثيل غذائي وايض، كلاهما شيء واحد. الاثنين واحد، التمثيل الغذائي والايض واحد. بالظبط كده. ويتضمن بناء ويتضمن عمليه هد. هل فعلا سلوك الانسان وحالته العاطفيه بيتحكم فيها هرمونات؟ ما احنا من شويه قلنا ان ممكن نعرف ايه شغل الهرمونات نتيجه اذا حصل خلل او تضخم في غده من الغدد، احنا بنشوف اثرت على ايه في الجسم. ما احنا في عندنا غدد ممكن تؤدي الى سرعه الهياج العصبي. بالظبط كده. ممكن طبعا هنشوف الخلل اللي بيحصل في الهرمونات دي، وممكن تلاقي اتنين عندنا، ممكن هرمون الباراثورمون هيعمل لنا كده وهرمون الثيروكسين هيعمل كده، يبقى ما فيش اتزان فكري، ما فيش اتزان عاطفي لو زاد او قل الهرمون. لو قسمنا الغدد في جسم الانسان هنصنفها لثلاث اقسام، غدد قنويه وغدد لا قنويه اللي بسميها الغدد الصماء وغدد مشتركه. نبتدي بكلمه غدد قنويه. لو عايز اعرف ايه الفرق بين القنويه واللا قنويه؟ الغدد القنويه افرازاتها بتصب في العضو اللي هي هتشغله من خلال قناه، يعني اذا في قناه بتوصل من الغده الى العضو اللي هيشتغل علشان تنشطه، وغالبا الافرازات دي ممكن غالبيتها بتكون انزيمات. زي مثلا الغدد اللعابيه، عندنا الغدد اللعابيه والغدد المعديه. الغده الثانيه ممكن تبقى في غده من غير قناه، الغدد اللا قنويه الغده الصماء اللي افرازاتها ذات افراز داخلي وقلناها في الاول بتصب افرازاتها في الدم مباشره بدون قناه. وهنا برضو الغدد القنوية ممكن نزود عليها كلمة، ممكن تلخبط في غدد قنوية بتصب إفرازاتها خلال قناة، لكن كمان ممكن نقول ذات إفراز داخلي أو ذات إفراز خارجي. هو عشان ما نلخبطش التسمية. أيوة. هنخلي ذات إفراز خارجي وذات إفراز داخلي للقنوية ولا قنوية.
يعني اقول قنويه ذات افراز خارجي ولا قنويه ذات افراز داخلي، لكن لما اجي عند القنويه اقول ذات افراز خارجي خارج الجسم او ذات افراز خارجي داخل الجسم. تعال نشوف مثلا مثال الغدد العرقيه ذات افراز خارجي، خلي بالك من الكلمه الاولانيه ذات افراز خارجي، ليه؟ لانه يفرز الافراز بتاعه خارج الغده، خارج الغده وبعدين خارج الجسم، يبقى على العرق ان يغادر الجسم وبالتالي على سطح الجلد. الدموع اقدر ان الغدد الدمعيه غدد ذات افراز خارجي خارج الجسم، ليه؟ لان افرزت الدموع هنا خارج الجسم. الغدد اللبنيه اللي بيرضع بها الصغير تعتبر ايه؟ غدد برضو قنويه ذات افراز خارجي وبرضو خارج الجسم، كل ده بيبقى بره الجسم. لكن لما اشوف مثلا غده ذات افراز خارجي داخل الجسم، خارجي يعني بره الغده لكن تخليه جوه الجسم، زي مين؟ زي الكبد. غده ذات افراز خارجي لما افرزت الصفراء ولكنه داخل الجسم لان ابقت عليه داخل الحوصله الصفراويه المراره، ما خرجتوش بره. لما اجي اقول مثلا غدد اللعابيه غده ذات افراز خارجي لانه هتخرجه خارج الغده ولكنه داخل الجسم، يعني يظل في تجويف الايه؟ الجسم او تجويف الفم. قلنا اتنين خارج الغده خارج الجسم. كانت الاستاذه امل في حلقاتها يعني لما كانت بتبقى في موجوده معانا وربنا يكرمها ان شاء الله موجوده بعدنا في ثانيه، كان التملي تقول خارج داخل عشان تسهل على الولاد جميلة. المعنى خارج يعني ذات افراز خارجي خارج الجسم، خارج الغده خارج الجسم بالظبط كده، ده الخارجي خارجي. لكن خلي كلمه ذات افراز داخلي خاصه بس بمين؟ بالغده الصماء. امثله الغده، احنا قلنا امثله كتير جدا في الغدد القنويه، اللا قنويه بقى. الغدد اللا قنويه الغدد الصماء مثل الغده النخاميه، الغده الدرقيه، الغده القذريه والغدد التناسليه كمان. طيب الغدد بقى المشتركه اللي الطالب اللي هيكون فهم القنويه شغاله ازاي واللا قنويه يبقى سهل عليه جدا يتقبل المشتركه، لان المشتركه ما هي الا نسيجين كل نسيج فيها بيعمل كغده مخالفه للغده الاخرى. فلو خدنا مثلا الغدد زي البنكرياس، غده تعتبر مشتركه تعمل حاجتين، عندها غدد حويصليه بتصب افرازها خارج البنكرياس وتصب في قناه بس داخل الجسم. يبقى دي غده بنسميها قنويه. وعنده كمان خلايا لانجر هانز ودي هنقسمها لنوعين بتصب افرازاتها في الدم مباشره زي الانسولين وزي الجلوكاجون اللي هنشوفه ان شاء الله بعد. بالظبط كده، يبقى كده البنكرياس غده ذات افراز خارجي وغده ذات افراز داخلي، ولما اجي عند ذات افراز خارجي الاقيها غده ذات افراز خارجي ولكنها داخل الجسم. كمان نوع الخلايا اللي موجوده في البنكرياس يمكن هنقولها بدري شويه عن معادها، هي خلايا حويصليه وتسمى حويصليه لانها تشبه حويصلات الرئه، وهذه الخلايا بتفرز العصاره البنكرياسيه وتصبها من خلال قناه الى الاثنى عشر، عشان كده تعمل هذا او يعمل هذا الجزء من البنكرياس كغده قنويه. لكن هناك جزر، ومعنى كلمه جزر يعني خلايا مفككه ومتجمعه، يعني ثلاث اربع خلايا كده جنب بعض، فهذه الخلايا بتاعت جزر لانجر هانز هي اللي بتفرز نوعي الهرمونات الانسولين والجلوكاجون والتي تصبهما مباشره في الدم بدون قناه. لذا تعمل خلايا جزر لانجر هانز كغده لا قنويه او كلمه صماء. هل ممكن استعين بمثال اخر كغده مشتركه رغم انه عدم وجوده في الكتاب لكن تنطبق عليه هذه المفاهيم؟ في ذكر الانسان في عندنا الخصيه كمان تعتبر غده مشتركه، تمام، لان في خلايا بينيه في 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 خصيه الانسان تفرز هرمونات الذكوره وتصبها في الدم مباشره. بالاضافه لكده بينتج كمان الحيوانات المنويه اللي بتخرج خلال قناه من البربخ ثم القناه ثم توصل الى الحويصله المنويه. عندنا من ضمن الغدد اللي احنا قلناهم دولت اللي هي اول غده اسمها الغده النخاميه. الغده النخاميه بيسموها المايسترو سيده الغدد، وانا عايز دايما اقول للطالب حاجه، وانت بتذاكر الغدد تملي اول حاجه تكتبها من غير ما حد يسالك مكانها بالظبط، ونمره 2 وصفها او تركيبها، ونمره 3 هرموناتها. يبقى دي عناوين اساسيه لازم اسال نفسي على كل غده هتعدي عليا، المكان وبعدين الوصف والتركيب وبعدين الهرمونات اللي بتفرزها. لو طبقت الثلاث معايير دول على الغده النخاميه نبتدي بالمكان.
الغدة النخامية موجودة في أسفل المخ، تتدلى من أسفل المخ، ممكن تكون مرتبطة بجزء من المخ بنسميه تحت المهاد. تمام. وهي بتنقسم لجزئين، لكن مكانها الأول في أسفل المخ. يبقى موجودة أو بتتدلى من أسفل المخ. المخ، هي بتتدلى من منطقة تسمى تحت المهاد أو الهايبوثالاموس. تمام، ده بالنسبة للمكان. تمام، الجزء الثاني بقى الخاص بالتركيب. التركيب تتكون أو تتركب من جزئين، الجزء الأول بنقول عليه الجزء الغدي، الجزء الثاني بنسميه الجزء العصبي، وفي فرق. يبقى الجزء الغدي لأن عنده خلايا غدد خاصة بتصب الإفرازات بتاعتها، هي اللي بتصب إفرازاتها من الهرمونات وتدخلها للدم. طب والجزء العصبي؟ لأن إفرازات الجزء العصبي بيجيش من الغدة النخامية، ده بيجي من منطقة في المخ اللي هي الهايبوثالاموس، بيجي من خلايا عصبية خاصة وينزل على الغدة والجزء العصبي، عشان كده مسمينه الجزء العصبي. الجزء الغدي مقسم لجزئين والجزء العصبي مقسم لجزئين. يبقى عندي جزء غدي، ومعنى زي ما الاستاذ علاء كده، الجزء الغدي فعلا بيتكون من ايه؟ بيتكون من فص امامي وفص اوسط، لكن هرموناته هو اللي بينتجها وهو اللي بيخزنها، يعني هو بيعمل عمليتين اتنين، انتاج وتخزين لحين افرازها في الدم. فالانتاج والتخزين تم في هذه الغده، لكن في الجزء العصبي التكوين في مكان والتخزين في مكان. تتكون هذه الهرمونات في من خلال خلايا عصبية مفرزة، سموها كده خلايا عصبية مفرزة، وهي النوع الوحيد من الخلايا العصبية اللي بتفرز، عشان كده أطلقوا عليها خلايا عصبية مفرزة عشان يميزوها عن باقي الخلايا العصبية المسؤولة عن نقل السيال العصبي. فسموها خلايا عصبية مفرزة، تتواجد في منطقة تحت المهاد، شغلتها تكوين هرمونات الجزء العصبي. لكن التخزين فين؟ هتخزن فين؟ ما احنا قلنا ذات افراز داخلي، يعني لازم الافراز يبقى جوه الغده لحين خروجه، يبقى في الفص الخلفي. بعد كده المرحله الثانيه، لما يغادر كل منهما هيغادر عن طريق الدم. يبقى الهرمون لما بيخرج الى الدم بيخرج من الفص الخلفي، لكنه تم تكوينه في الهايبوثالاموس او الخلايا. يعني معنى كده هل كل الهرمونات فعلا بتتكون في الغدد الصماء؟ كل الهرمونات بتتكون في الغدد الصماء، تنتج كلها تتكون من خلايا متخصصة، من خلايا متخصصة. اما بتأثير هرموني اخر. أيوة. يعني في بعض الغدد بتنتج الهرمونات، بس بيجي لها تأثير هرموني من الغدة النخامية مثلا، تأمرها انها تبتدي تشتغل، زي ما حصل كده وهنقول دلوقتي في الخلايا البينية، او تستنى امر من الجهاز العصبي. أيوة. يبقى اما بعض الغدد بتقع تحت سيطرة الغدة النخامية، وبعض الغدد بتقع تحت سيطرة الجهاز العصبي مباشرة. طيب، يبقى عرفنا الفرق بين كلمة جهاز، جزء غدي وجزء ايه؟ عصبي. طيب، نقول هرمونات الجزء الغدي، كام هرمون من هرمونات الجزء الغدي؟ الجزء الغدي عنده مجموعة من الهرمونات، مجموعة كبيرة من الهرمونات، منهم المهم جدا هرمون الجي اتش، هرمون النمو. تمام. هرمون النمو هو المسؤول عن عمليات الايض، وبصفه خاصه ايض البروتين ونمو الجسم. وده افرازاته مهمه جدا، ولو حصل فيها خلل في هذا الجزء لوحده ممكن ياثر حسب المرحله العمريه في جسم الانسان، يا اما في مرحله الطفوله او في مرحله النضوج، وده هرمون، ده هرمون النمو. بالاضافه لمجموعه هرمونات اخرى بتؤثر في الغدد، تفرز تؤثر في الغدد، في نشاط الغدد الثانيه. يبقى الجزء الاولاني اللي هو الجي اتش اللي بنسميه هرمون النمو، ايه دوره هنا؟ ان هو بيعمل تنظيم لعملية ايض البروتينات، يعني تحويل الاحماض الامينية في جسمك الى بروتين وترسبه هذا البروتين في العظام، ده يسبب النمو. لكن في مشكلة، انه لو نقص هذا الهرمون قبل البلوغ يعمل حالة مرضية اسمها القزامة، ولو زاد الهرمون بعد قبل البلوغ يعمل حالة اسمها العملاقة. القزامة هي طول لا يتعدى المتر، والعملاقة هو الطول بعد المترين، اللي هي حالة العملاقة عشان نصنفها يعني. لكن في مشكلة لو زاد هرمون الجي اتش بشكل واضح في البالغين بعد البلوغ، هيقتصر عملية النمو على الأطراف بتاعة الجسم، فيحصل استطالة في نمو الطرفين العلويين والطرفين السفليين، بالإضافة أنه ممكن يحصل تغير في عظام الوجه ويؤدي إلى تشوه عظام الوجه. هنكتفي بالجزء الخاص بالغدة النخامية بس اللي هي جي اتش، لكن إن شاء الله هنكتمل أو نكمل باقي الغدد وباقي الهرمونات إن شاء الله في الحلقة القادمة. بشكر أعزائي الطلبة، وبشكر أستاذ علاء على وجوده معنا في حلقة اليوم. شكرا.